عملتي ده؟ انت اتجننتي؟ هي اللي تدافع عن شرفها تبقى مجنونه؟ نعم شرفها، شرفها يا حبيبتي ده في الكتب والروايات بس، ثم انا مش فاهمه ايه اللي حصل، الراجل ومستظرفي. اخرسي، انا اللي عايزاكي تفهميني ايه اللي بيحصل هنا. عايزاني افهمك ايه اللي بيحصل هنا؟ هفهمك. احنا بقى يا حبيبتي كوننا جمعيه للسلام العالمي، شعارنا الناس كلها تحب بعضيها عشان تصرف امورها. لامتى بقى هتفضلي مستعبطه كده؟ فوقي فوقي واعرفي مصلحتك فين، لاحسن يأتي لا طولي فوق ولا تحت. مش وقت الحساب دلوقتي. المهم انا وصلني تيليكس بخصوص شغل مهم للشركه، فلازم تجهزي نفسك للسفر. تقدري تروحي دلوقتي، بس اعدي عليكي عشان هديكي الشنطه تسلميها لواحد قريبي هناك، مفهوم؟ ايوه يا بهجت، ركز معايا كويس. عايزك تتصل بشركه طيران اللي سافرت عليها مدام صفاء، في طياره جايه بكره من الاردن، شوف لي اسمها ضمن المسافرين ولا لا. ايوه، ترد عليا بسرعه. مع السلامه. حضرتك جايه منين؟ من الاردن. بالك قد ايه هناك يا فندم؟ اسبوع تقريبا. مش ناوية تتكلمي برضو؟ شوفي يا مدام، المحضر اللي قدامي بيقول انهم مسكوا معاكي 5 كيلو هروين، ايه اقوالك؟ يا فندم صدقني انا فعلا من غير ما تكملي، انا عارف كل اللي هتقوليه، صدقني معرفش حاجة عن الموضوع ده، انا بريئة، كل اللي بيقعد مكانك بيقول نفس الكلام، وفري دموعك، مش هتجيب نتيجة معايا. انا فعلا ما عنديش فكرة، وحياة ولادي ما عندي فكرة. أنا قابلت واحد معرفة سمير بيه، قال لي خد الشنطة دي اديها له، ده كل اللي أعرفه.
دي أول مرة تقابليه؟ لا، قابلته مرتين قبل كده. أدخل. الأستاذ سمير سمرودي يا فندم. خليه اتفضل. صباح الخير. صباح الخير، اتفضل. شكرا. ازيك يا صفاء؟ شد حيلك سمير، ابوس ايدك تفهمه. ها؟ طبعا طبعا. استاذ سمير، ايه معلوماتك عن المتهم؟ الحقيقه مدام صفاء كانت بتشتغل عندي، وهي مثال الاخلاق والاستقامه وكفاءه. المتهمه انكرت صلاتها بالمظبوطات وادعت انها تخصك، ايه رايك؟ اذا كانت قالت كده يبقى ربنا يسامحها. حواليه يا فندم. صحيح، اتقي الشر من احسنت اليه. اخس سمير، انت اكيد بتهزر مش كده؟ اخس تهريب يا صفاء، مين كان يصدق؟ ومش هسمح لك تقف في طريق مستقبلي، وهسافر مهما كان الثمن.